من سينتصر في هذه المباراة؟ بتأكيد محاولة وحدتية مشارف منطقة الجزاء لإبعاد المدافعين. الكرة بلمسة جميلة باتجاه ليث الفايز. تبقى للوحدات وتعود للوحدات وملعوبة في 18 والحارس الأقرب هدف 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 الكبرى. حمزة الدردور حمزة الدردور يغير النتيجة. حمزة الدردور يفتتح. حمزة الدردور يدك الشباك لذات رأس حمزة الدردور، والظهور الأول مع فريق الوحدات في هذا الموسم، ويضع التوقيع الأول باسم حمزة الدردور على سجلات هذه المباراة، معلنا الافتتاح والتقدم، معلنا بأنه نعم يلقب بالكوبرا، ومعلنا بأنه مهاجم من طراز رفيع، ومعلنا بأنه قادم بقوة. وكما ذكرنا منذ البداية بأن حمزة الدردور يقع تحت الأضواء، وشوف الرأسية الرائعة من تحت الحارس، معلنا الافتتاح، معلنا الهدف الأول، معلنا التقدم، معلنا بأن الوحدات ربما نعم يحصد النقاط الثلاثة الأولى من هذه المباراة، معلنا بأن الوحدات سيشارك الرمتة في صدارة هذه المجموعة بالتأكيد مع الأفضلية التهديفية. ذات راس الذي حاز من قبل على لقب وحيد وهو كأس الأردن. طويلة ملعوبة بينية ذكية 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 وجول. جول 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 جول. فهد اليوسف فهد اليوسف يغافل الجميع. فهد اليوسف والشباك خالية. فهد اليوسف والهدف الثاني للوحدات في هذه المباراة. فهد اليوسف يرفض يرفض إلا أن يوقع على أهداف الوحدات في أول ظهور مع الوحدات في هذا الموسم. فهد اليوسف يعزز. فهد اليوسف يهز الشباك لذات رأس للمرة الثانية بعد أن هزها في الشوط الثاني أيضا حمزة الدردور. سنتابعها بالإعادة. شوف المناولة الذكية وثلاث مدافعين من بين الثلاث ومراوغة الحارس، والهدف الثاني في هذه المباراة لمصلحة الوحدات. فهد اليوسف ذكاء 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 كبير. فهد اليوسف احترافية كبيرة، مراوغة كبيرة، تسديد رائع وهادي إلى شباك ذات رأس معلنا الهدف الثاني. شوف مراوغة أبو خوصة والانفرادي مع الشباك الخالية لذات رأس. أكثر من إعادة بأكثر من زاوية لجمال جمال جمال هذا المشهد لفريق الوحدات. لمصلحة ذات رأس ممكن التسديد من بعيد، ولكن الدفاعات حاضرة، الدفاعات حاضرة بقوة، والتسليم هنا، التسليم عند العوضات، الانطلاقة والانطلاقة السريعة لأنس العوضات. أول لمس، شوف التمريرة الذكية، العيود الآن تتجه باتجاه أنس العوضات، أنس أحمد حماد العوضات، والكرة ملعوبة لمصلحة الوحدات. الله 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 يا سعيد مرجان، الله يا سعيد مرجان. الرماثنة يتألقون مع الوحدات، لاعبي الرمت سابقا يتألقون مع الوحدات. حمزة الدردور بدأها، سعيد المرجان يضع الثالث اليوم في مرمى ذات رأس. سعيد مرجان يتألق يتعملق يتفنن يحرز الهدف ويحيي الجمهور. سعيد مرجان سعيد مرجان يسجل الثالثة الوحداتية في هذه المباراة في الدقيقة 80. شوف المتابعة كانت البداية عن طريق أنس العوضات. شوف من زاوية ضيقة من باطن القدم بكل هدوء بكل أناقة. شوف الأناقة للاعب الطويل، شوف الأناقة في التسديد، شوف الثقة بالتسديد، شوف الشباك عندما تهتز عن طريق سعيد مرجان الأنيق. سعيد مرجان شوف بباطن القدم من حافة 18 الجانب الأيمن للحارس في الزاوية المقابلة، معلنا ثالثة الوحدات في هذه المباراة، الهدف الثالث للوحدات في هذه المباراة.